على هذا المشهد الدموي استيقظ أهالي بيروت بعدما دوى صوت الانفجار في أرجاء المدينة، وتصاعد دخان أسود في المنطقة التجارية ومنطقة الفنادق ببيروت. سيارة مفخخة استهدفت موكب وزير المالية اللبناني السابق محمد شطح الذي راح ضحية التفجير هو وأربعة آخرون، وأصيب العشرات بجراح. الانفجار دمر أيضا مطعما ومقهى وعددا من السيارات التي اشتعلت فيها النيران، في حين انتشرت رائحة المتفجرات والدخان في الأجواء. جينا الصبح مرقنا من مطرح ما بيصير الانفجار، صفينا السيارة وكنا واقفين جوا عم نشيل، وفجأة هز كل البناية يعني تقريبا، ونزلوا إزاز وغبرة وعبنا انفجار. وشطح شخصية سياسية معارضة ومستشار لسعد الحريري رئيس الوزراء السابق ورئيس طيار المستقبل، الذي وصف الحدث بأنه رسالة إرهابية جديدة لإحرار لبنان في طيار المستقبل وقوى الرابع عشر من أذار، معتبرا أن الذين اغتالوا شطح هم الذين اغتالوا رفيق الحريري والذين يريدون اغتيال لبنان وتمريغ أنف الدولة بالذل والضعف والفراغ حسب قوله. من جانبه أوعز وزير الصحة اللبناني علي حسن خليل إلى مستشفيات العاصمة بيروت كافة بوجوب استقبال جميع المصابين في التفجير الإرهابي وتقديم أعلى درجات الرعاية والعناية لهم، مؤكدا أن الوزارة تضع كل إمكاناتها لتأمين ما يلزم لمعالجتهم. ويعد هذا التفجير حلقة جديدة للأزمة السياسية التي تواجه البلاد في أعقاب تعثر تشكيل حكومة جديدة متوازنة بين قوى الرابع عشر من أذار وحزب الله منذ أبريل الماضي، ما قد يؤثر سلبا على مستقبل الدولة اللبنانية. وإلى الشأن السوري، حيث أفاد ناشطون أن مقاتلي المعارضة أسقطوا مروحية للقوات الحكومية كانت تحلق فوق حي باب النيرب في حلب. وأضاف الناشطون أن عمليات القصف العنيف متواصلة على بعض المناطق وبلدات محافظة دير الزور، فضلا عن سيطرة الجيش الحر على عدة مدن بريف حلب. واستهدف مقاتلي الجبهة الإسلامية مواقع للقوات النظامية في حلب بصواريخ محلية الصنع، مما أسفر عن اشتعال النيران في محيط اللواء 80 المكلف بحماية مطار حلب الدولي. في السياق نفسه، أعلن عن مقتل عشرات من مقاتلي المعارضة في كمين نصبته القوات النظامية قرب بلدة معلولة في منطقة القلمون شمالي سوريا. وفي شأن سوري آخر، أعلن رئيس إدارة نزع السلاح بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف أن المواد السامة القاتلة التي يتعين إزالتها من سوريا بحلول 31 من ديسمبر لم تسلم بعد إلى ميناء اللاذقية لشحنها على سفن لنقلها إلى الخارج. وأوضح أوليانوف أنه لن يتم الوفاء بهذا الموعد النهائي لتسليم المواد الكيميائية لأنه ما زال يجرى تعبئتها، حيث تواجه رحلة يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر إلى ميناء اللاذقية، وذلك حسب قوله. كما أشار المسؤول الروسي إلى أن خبراء من عدة دول والأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصلوا إلى تفاهم مشترك على النقاط الرئيسية لخطة نقل المواد السامة من اللاذقية إلى المياه الدولية، لكنه لم يذكر تفاصيل هذا التفاهم. هدد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أمس بحرق خيام المعتصمين في محافظة الأنبار إذا لم ينسحبوا من ساحات الاعتصام التي وصفها بأنها ساحة فتنة. وقال المالكي في تصريح تلفزيوني له إن اليوم سيشهد إن يوم الجمعة شهد آخر صلاة جمعة في ساحة الفتنة بمدينة الرمادي، مشيرا إلى أن من يريد الصلاة الموحدة فإن مكانها الجوامع وليس قطع الطرق. يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ الأحد الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في صحراء الأنبار، وذلك لتعقب عناصر تنظيم القاعدة على خلفية مقتل قائد الفرقة السابعة اللواء ركن محمد الكروي وعدد من الضباط والجنود أثناء مداهمتهم وكرا لتنظيم القاعدة في وادي حوران غربي الأنبار. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد مراسل النيل أحمد فاضل. أحمد، كيف تبدو الأوضاع لديك خاصة بعد تهديد المالكي بحرق خيام المعتصمين بالأنبار إذا لم يقوموا بالانسحاب؟ نعم، هنالك تطور حصل اليوم في الأنبار باعتقال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، وهو نائب عن محافظة الأنبار. قوات عسكرية مشتركة من قوات السوات والجيش العراقي قامت بدهن منزل النائب أحمد العلواني واشتبكت مع عناصر حمايته. هذا الاشتباك أدى إلى مقتل
5 أشخاص بينهم شقيق النائب أحمد العلواني واعتقال أو جرح 10 من أفراد حمايته وأيضا من أقارب أو أهل أحمد العلواني من بينهم أطفال. بعد ذلك تم اقتياد أو اعتقال النائب أحمد العلواني واقتياده إلى قاعدة عسكرية غربية في قائمة متحدون. قالت أن هذا التطور قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية بشكل عام أكثر مما هو عليه الآن، داعين الحكومة إلى مراجعة يعني متطرفاتها مع المعتصمين في ساحات الأنبار. نعم، يعني لكن بالنسبة لفكرة تواجد المعتصمين، يعني هل ترى أن تواجدهم مستمر حتى مع تهديد المالكي بحرق هذه الخيام؟ هل سيكون هناك إصرار منهم على الاستمرار في الاعتصام؟ نعم، هم أكدوا في أكثر من مناسبة وبعد التهديد الذي أطلقه رئيس الحكومة نور المالكي أنهم سيستمرون بالاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم التي وقفوها بالمشروع ويؤكدون أنها مشروعة. لكن أيضا هنالك رد من الحكومة جاء على عبر رئيسها نور المالكي بقوله أنه سيحرق الخيام في حال عدم الامتثال لأوامرهم أو أوامره بإخلاء ساحات الاعتصام. هذه ساحات الاعتصام يعني بحسب الحكومة تقول أنها أصبحت ملجأ أو مقرا، نعم، قاعدة، وأيضا تفخيخ السيارات وصنع القنابل التي تقتل المدنيين في بغداد وفي عموم محافظات العراق. نعم، شكرا لك أحمد فاضل مراسل أنيل من العاصمة العراقية بغداد، كنت معنا عبر الهاتف. وعودة مرة أخرى إلى الأوضاع في جامعة الأزهر والمدينة الجامعية هناك، حيث توجد الآن على الهواء مباشرة متابع حريق بكلية التجارة بجامعة الأزهر، وقوات الإطفاء كما نرى تحاول القيام بإطفاء هذا الحريق والسيطرة عليه، وذلك بعد المناوشات التي اندلعت صباح اليوم بين قوات الأمن وطلاب تنظيم الإخوان الإرهابي الذين تظاهروا أمام الكلية، كلية التجارة بنين في مدينة نصر وفي كلية الدعوة الإسلامية، ولذلك لأنهم يحاولون عرقلة الامتحانات المقررة اليوم. وكانت قوات الأمن قد أطلقت قنابل رصاصات تحذيرية وقنابل غاز لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا بوابة أو بواب الكليتين. نرى الآن النيران وهي تندلع من النوافذ من مباني كلية التجارة، ويحاول تحاول إدارة الجامعة استكمال الامتحانات اليوم، واليوم هو أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وهناك أعمال شغب متوقعة كما نرى وقد حدثت بالفعل. كان مدير أمن عام الأزهر قد أكد وجود تنسيق كبير بين أمن الجامعة والجيش والشرطة لتأمين الامتحانات، وقال أن الشرطة متواجدة بكثافة خارج الجامعة أيضا استعدادا لطلبها في أي وقت، وتحاول قوات الأطفاء وقوات الأمن السيطرة على هذا الحريق الذي نتابعه الآن على الشاشة. ومشاهدينا الكرام، كما نتابع معكم الآن على الهواء مباشرة بث حي من داخل جامعة الأزهر، تحديدا كلية التجارة بجامعة الأزهر، والتي اندلع بها في حوالي 10 صباحا حريقة كما ذكر مراسل النيل، وهرعت بالفعل سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية لإطفاء هذا الحريق الذي حتى الآن لم يخمد كما نرى عبر الصورة المنقولة من هناك. ما زالت ألسنة الدخان تتصاعد من موقع هذا
الحريق الذي شب في العاشرة صباحا، وذلك عقب حدوث مناوشات بين قوات الأمن وطلاب تنظيم الإخوان الإرهابي الذين كانوا في الأساس متظاهرين أمام كلية التجارة بنين في مدينة نصر حيث موقع جامعة الأزهر، وأيضا كلية الدعوة الإسلامية. لم تردنا أي معلومات حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب هذا الحريق الذي اندلع منذ قليل، ويذكر أنه كان من المفترض اليوم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر، وكانت هناك أنباء أيضا عن استعدادات أمنية وإدارية من قبل جامعة الأزهر لتأمين الامتحانات في ظل حالات الشغب المتوقعة من طلاب الإخوان. هناك أيضا عمليات تنسيق كبيرة بين أمن الجامعة والجيش والشرطة لتأمين الامتحانات، وهناك تواجد مكثف لقوات الأمن خارج أسوار الجامعة في حالة إذا ما طلب تواجدها داخل الجامعة في أي وقت. ربما المناوشات لم يكن هذا اليوم الأول لها، بالأمس أيضا كانت هناك مناوشات بين طلاب الإخوان داخل المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر، مناوشات بين الطلاب وبين قوات الشرطة. كانت هناك محاولات من قوات الأمن لتفريقهم من خلال قنابل الغاز المسيل للدموع، في المقابل كان هناك رد بالحجارة وزجاجات المولوتوف أيضا من قبل الطلاب المتواجدين داخل المدينة الجامعية الذين قاموا بحرق الأشجار في الداخل. مشاهدينا، ما زلنا ننقل لكم هذه الصورة الحية من داخل جامعة الأزهر، تحديدا من كلية التجارة بجامعة الأزهر، والمحاولات المستمرة من قبل قوات الدفاع المدني وقوات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي نشب منذ قليل. وسنوافيكم بالتأكيد بأي أنباء تردنا عما إذا كان هناك أي ضحايا أو أي إصابات. ومشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أحمد عبد الحميد مراسل النيل من جامعة الأزهر. أحمد، أهلا بك مرة أخرى، وإلى أين وصلت المجهودات في السيطرة على الحريق؟ ما زلنا نرى من خلال الصورة التي أمامنا ألسنة دخان تتصاعد. بالفعل ما زالت قوات الحماية المدنية ورجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على الحريق الذي نشب في كلية التجارة جامعة الأزهر، وعلمت أن هذا المبنى هو مبنى الكنترول الخاص بامتحانات الطلبة، وبعض العاملين داخل هذا المبنى قد صرح لي أن الطلبة المنتمين لجماعة تنظيم الإخوان الإرهابي قاموا بتكسير محتويات المدرج والمكاتب في الداخل. نعم. كان يحتوي على أسئلة الامتحانات الترم لكلية التجارة، وأيضا قاموا بالاعتداء على الأساتذة المتواجدين، وقاموا بتكسير الزجاجات والأجهزة الكمبيوتر، وقاموا بتقطيع أسئلة الامتحانات.